السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا خلاص مواقع تقدر من خلاله تتاكد اذا كان الموقع اللي انت داخله دوت موقع موثوق فيه ولا لا، لان في مواقع كثيره تبقى مضروبه، في مواقع كثيره بتبقى كذا انها تنصب على شخص وتاخد منه بيانات الحساب بتاعه او معلومات شخصيه او كلمه سر، او تبقى شبه فيسبوك هو مغير بس كلمه او حرف في الاسم، يعني فيسبوك حذف حرف الاي وشال الموقع كده. طيب ده مثلا بيعمل سكان ادفايس، بتدي له اسم الموقع وتقول له اعمل سيرش، فبيبدا يدور على الموقع ويبدا يجيب لك المعلومات عنه، هل الموقع ده موثوق فيه ولا لا. تمام، لما دام لون اخضر يبقى الموقع ده موثوق فيه. طيب من ضمن الحاجات برضه تتاكد بيها علامه القفل ديت، ده ياكد لك ان الموقع ده موثوق فيه، وعلامه ال HTTPS هايبر تكست ترانسفير بروتوكول سكيورتي، حرف الاس دوت معنى كده ان هو الموقع ده امن. في موقع برضه من جوجل هتلاقي الروابط بتاعت الحاجات دي كلها اسفل الفيديو، تبدا تديها الموقع فهو يدور يقول لك الموقع ده امن اهوت. بيبدا يعمل لك تقرير عن الموقع. يبدا يجيب لك اهوت الدومين بلاك ليست، لا مش موجود في البلاك ليست الحمد لله، الموقع HTTPS. طيب الموقع دوت هيبدا برضه يعمل لنا تقرير. لو في اي موقع فيه مشاكل هيبدا يقول لك خلي بالك الموقع دوت يعني فيه خطوره وابعد عنه. يعني على سبيل المثال لو اخترنا مثلا موقع زي دوت، في بعض المواقع هتلاقي ناس شكت منها حاجه زي كده، وانا بقول لك اكتر موقع كان الناس بتدور عليها ودرجه الريسك ودرجه الخطوره اللي موجوده جوه.